إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. تفاعل مجموعة من لاعبي الوداد مع رحيل عادل رمزي عن تدريب الفريق الذي حل محله شيخ المدربين التونسي فوزي البنزرتي. وكتب يحيى جبران عميد الوداد الرياضي على حسابه الشخصي بمنصة إنستغرام قائلا: شكرا لك على كل شيء وأتمنى لك الأفضل. فيما علق يحيى عطية الله على صورة لرمزي بالقول: شكرا لك على كل شيء، أتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. يوسف المطيع حارس الفريق كتب مودعا: شكرا لك أيها المدرب وحظ موفق في المحطات القادمة. بدوره قال أيوب العملود: شكرا لك على كل شيء وحظ سعيد أيها المدرب. هذا ووصلت بعثة الوداد إلى دار السلام صباح السبت استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات البطولة الإفريقية. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.